فجعلوا يطلعون فيرون النائم على فراشه فلم يصدقوا، فلما تنفس الصباح دخلوا على النائم وهجموا عليه فإذا هو علي. وكان علي شاب لا يخاف من الموت، وهو يعلم أنه قريب من الموت، فعلموا أن النبي أفلت منهم، يقول الله سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلما سمعت قريش بالخبر جعلت لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا 100 ناقة، وبعثوا القافة الذين يتبعون الأثر في الصحراء، وبعثوا القافة إثره، منهم كرز بن علقمة وسراقة بن جعشم، فتبعوا الأثر حتى وقفوا على فم الغار. لكن من الحافظ؟ من حفظ إبراهيم؟ ومن حفظ موسى؟ ومن حفظ عيسى؟ ومن حفظ يوسف؟ هو الذي يحفظ سيدنا محمد، وهو الذي يحفظ عباده الصالحين. يقول مولانا سبحانه وتعالى: كلا إن معي ربي سيهدين. كذلك يقول مولانا سبحانه: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة والأخوات، لقد أمر الله تعالى شجرة فنبتت على فم الغار: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وانتشرت أغصانها على باب الغار، وألهم العنكبوت فنسجت على أغصان الشجرة، وألهم حمامتين وحشيتين فعششتا وبادتا بين أغصان الشجرة، فوقفوا متحيرين: أيدخلون الغار أم لا يدخلون؟ فقال أحدهم: إن نسج العنكبوت لمن قبل ميلاد محمد، يعني هذا الخيط اللي خيطات العنكبوت فهو من قبل ميلاد محمد، لقد وقى الله نبيه بأضعف جنده، وهكذا كل من اتخذ الله وحده وليا والله على كل شيء قدير، فكن يا عبد الله من أوليائه وسيدافع عنك.